football as mathematics and data. لو كرة القدم بناء على رياضيات أو بيانات فقط. A lot of people could be coaches, but this is not mathematics. إذا كل الناس هتقدر تكون مدربين، بس هي مش رياضيات فقط. This is football. دي كرة قدم. This is the art of playing good football. ده فن إزاي فن لعب كرة قدم جيدة. So when you talk about the art of playing good football, the only thing we can say it is we work very hard every day to be better and better and better. فلما تتكلم عن فن لعب كرة قدم جيدة، فأنت بتتكلم عن إن أنت لازم تشتغل كل يوم لأن أنت تحسن دايما من أدائك يوم بعد يوم. Mathematics I leave to the engineers and. رياضيات بسيبها دايما للعلماء والمهندسين. Once again. هيكونوا أفضل مني. مرة تانية بشكل واضح احنا بنتكلم بنشتغل بشكل قوي جدا كل يوم عشان نكون نظهر بشكل افضل ونحسن من ادائنا. واعتقد خلال المعسكر ده هنقدر ناخد خطوة جيدة للامام. قلت ده مرارا وتكرارا، المدربين بيحتاجوا دايما بيبقى عندهم طمع ان هم يكون عندهم وقت اكثر واكثر. 5 days is better than 4, 4 is better than 5 افضل من 4، 4 افضل من 2, 3 is better than 2. 3 افضل من 2، ده المدرب بيبقى عايز يبقى عنده وقت اكتر. This is the reality of international football. ده واقع الكرة القدم العالمية. No complaints. من غير اي شكوى. We need to do our job. لازم نعمل شغلنا. The best we can, the best we know. بأفضل طريقة عندنا وبأفضل وسائل احنا نعلمها. My job it is to choose the players that I believe can build the strongest team on the pitch on the match day. شغلي إن بيعتمد على إن أنا أختار اللعيبة اللي هي تكون تقدر تأدي بشكل أقوى وقوي وشكل جيد في المباراة المحددة. Usually the fans and the press, fans and press they work with players. عادة الصحافة والمشجعين بيشتغلوا أكتر بيكونوا بيميلوا أكتر يعني للاعبين. That's why we are coaches. ده بيوضح لك ليه إحنا مدربين مش لعيبة. Coaches they work with teams. المدربين بيشتغلوا مع الفرق. And my team in this moment after I arrived with this. وفريقي في اللحظة دي بعد ما وصلت. A pool of players with 33-34 players. 33 أو 34 لاعب. I'm very happy with them. سعيد جدا معهم. Is a good potential to create a good strong team. وده بيديك مقدرة أو مقدرة جيدة أنت تقدر تبني فريق قوي. Fulfill the dreams of Egypt. عشان تقدر تحقق أحلام المصريين. In this moment. المصر ومصر. This option, these 24 players are the ones I believe they are. وال24 موجودين حاليا دول اللي أنا مؤمن. Ready to build. إنهم جاهزين إنهم يبنوا الفريق القوي ده. To be better than Libya. ويكونوا افضل من الفريق الليبي في الملعب ويروحوا للثلاث نقاط. Final words it is lucky for Egypt, lucky, very lucky for Egypt that you have very good players in each position. اخر حاجه مصر محظوظه جدا جدا ان هي عندها لعيبه جيدين في مراكز كتير. So with the help of God I hope my decisions will be the best decisions. وان شاء الله بعون الله ومساعده ربنا نكون موفقين في القرارات اللي اتخذناها. In a few days we need to choose a good match plan. وفي الايام القادمه نقدر نظهر لكم نقدر نكون عندنا خطه جيده للمباراه. And a strong 11 side. ويكون عندنا افضل 11 او اقوى 11 لاعب يكونوا موجودين داخل الملعب. To beat Lebanon. يقدروا يفوزوا على ليبيا. The Libya and move forward with our goals. وإن نقدر نحقق أهدافنا عن طريق اللعيبة دي. ده أكتر شيء بيشغلني في هذه اللحظات. ليبيا they collect 6 points in 2 games. كل الناس عارفة إن ليبيا قدرت تحصل 6 نقاط من مباراتين. So in this moment they are leading the group. ففي اللحظة دي هم بيتصدروا المجموعة. That's the reality. There is nothing. ده الواقع. There is nothing more to say. مفيش حاجة نقولها أكتر من كده، هم متصدرين المجموعة. Our goal, our job, it is next game. هدفنا وشغلنا هو المباراة القادمة. Collect 3 points and start to lead the group. نقدر نحصل الثلاث نقاط ونبتدي نحنا نتصدر المجموعة بإذن الله. But when you talk about Libya, you don't need to say nothing more. They have 6 points. متكلم عن ليبيا ما تقدرش تقول أكتر من كده غير إنهم عندهم 6 نقاط. What you need to know more in this moment, they are the best. إلا أنت عايز تعرفه أكتر من كده في اللحظة الحالية هم الأفضل، هم بتصدروا المجموعة عندهم 6 نقاط. Simple. بس بكل بساطة. Next game we want to be the best. We want to be. المباراة القادمة عايزين نكون الأفضل ونقدر نفوز يعني.
In this moment, as I said in the first press conference, في اللحظة الحالية زي ما قلت في المؤتمر الصحفي الماضي أو الأول. I dressed the Egyptian national team shirt. أنا لبست تيشيرت الفريق المصري. And that gave me a great pride, and I feel very proud of that. وده خلاني. To dress that shirt. أشعر بشرف كبير وفخر كبير إن أنا أرتدي تيشيرت المنتخب المصري. And everything that is related with Egypt. كل شيء يتعلق بمصر. Inside the pitch and outside. داخل الملعب أو خارج الملعب. Make me happy. بيخليني أشعر بسعادة. The name of that player. اسم هذا اللاعب. It is very simple. بسيط جدا. Egyptian team. الفريق المصري. منتخب المصري. That's the only player I'm talking about. ده اللاعب الوحيد فقط اللي أنا أقدر أتكلم عنه. ما فيش أي أسامي تانية أو لاعبين تانية. شكرا.